السلام عليكم، أشرف بن سعيد، عمود من الأعمدة ديال حركة متابعة الشأن المحلي بترجيس وهذا الشيء كيشرف لي. السبب ديال الخروج ديالنا هو أننا وصلتنا للعظام، حيت المدينة ديالنا كتعيش أوضاع مزرية كيعجز اللسان باش يوصفها، أوضاع خطيرة جدا جدا، عندها تأثيرات اجتماعية خطيرة وتأثيرات نفسية على الساكنة ديال المدينة ككل، بحيث أننا قضينا العمر ديالنا كله في واحد الحلقة مفرغة، كندورو في حلقة مفرغة. المدينة ما عندها لا مرافق عمومية ولا فضاءات ولا متنزهات ولا حدائق ولا ملاعب ديال القرب، وعندنا هنا ظواهر خطيرة ظهرت في المدينة ديالنا، هو أن إلا مشيتي سولتي أصحاب الصيدليات غادي يقولوا لك بلي الدواء اللي كيتباع عندنا هنايا في هذه المدينه بكثره، غادي يقولوا لك الدواء ديال الحساسيه، وثانيا غادي يقولوا لك الدواء ديال الاعصاب، وهذه ظواهر خطيره جدا. لولا العامل ديال الايمان لكانت ظاهره الانتحار هنا بالعشرات، وهذا الشيء السبب ديالو كنحملوا يعني في اطار تحمل المسؤوليه، كنحملوا المسؤوليه للجهات المسؤوله للمجلس البلدي. ملي كنقولوا المجلس البلدي يعني موالاه ومعارضه، وكذلك كنحملوا المسؤوليه للجهات الاقليميه، قد تكون محسوبه على احزاب سياسيه لها اليد وضالعه في الاوضاع اللي كتعيشها المدينه، وعندها مصلحه باش تبقى المدينه مهمشه، تبقى هذه المدينه مقصيه، تبقى هذه المدينه منسيه. والصراحه ما عرفتش علاش. وحنا يعني كاين بعض الناس ملي كنطلبوا بفك الارتباط كيفهمونا غالطين. حنا كنقصدوا بفك الارتباط مع الاخوان ديالنا في الحسيمه، فك الارتباط الاداري. اما حنا راه جزء من الريف الكبير، ما يقدرش شي واحد يلغينا من جزء الريف الكبير. الدوله كتقول تقريب الاداره من المواطنين، وحنا هادشي باش كنطالبوا بالتقريب الاداره من المواطنين. ويعني الا جيت نهضر نكمل لك على المشاكل اللي كتعيشها المدينه ديالنا، راه ما نسالي لك شي حتى من هنا للصباح.